نكمل باقي الأمثلة على موضوع الميموري ماب. مثال ثاني أيضا على نفس الرسم، بس شنو هنا طالب؟ exchange 4 كيلو بايت of ROM by 1 كيلو. يعني ذاكرة الروم هنا بالرسم مو عندي حجمها 4 كيلو، يريد أغيرها أسويها 1 كيلو، أغيرها من 4 كيلو إلى 1 كيلو. الروم فقط، ذاكر لي إنه الروم فقط. بهذه الحالة الرام راح تبقى كما هي، يعني الرينج إلها كما هو ينزل مثل المثال الأول، يعني ما راح يتغير الرينج مالت الرام، لأن هو طالب من عندي أبدل فقط الروم. 1 كيلو شلون راح أعرف الخطوط العنوان إليه شقد؟ أقول هو 1 كيلو، أخذها على أس 2، الواحد هو 2 أس 0، الكيلو هي 2 أس 10، عند الضرب تجمع الأسس تصير 2 أس 10. 2 أس 10 معناها إيش؟ كم خط عندي؟ 10 خطوط، اللي هي من أي 0 إلى أي 9، من أي 0 إلى أي 9. إذن أسويها أصفار، بالفيرست وباللاست أسويها واحدات ثابتة. هذه شو بقى عندي؟ بقى عندي 10 والـ11، ما مرتبطات بالذاكرة، لأن اللو أوردر أدرس باص طلع لي 10 من أي 0 إلى أي 9، 10 والـ11 ماكو، يعني خو ما أخلي أرقام من كيفي أخليهم أصفار وحدات، ما يصير، لأن أنا عندي بس اللو أخلي لهم الأصفار والوحدات. بهذه الحالة راح يعتبرون إكس، ما أعرف إيش قد قيمتهم. بالنسبة للهاي 12 13 14 15، اللي هم هذولي 12 13 14 15، تنزل نفس قيمهم بالنسبة لمن؟ يا ذاكرة أنا دا أسويها للروم، فتنزل كما هي، لأن موجود الهاي أوردر أدرس باس. هسا شنو عندي هنا؟ عندي don't care المنو للعشرة والدعش، شلون راح أعرف قيمهم؟ راح أسوي احتمالات، حسوي هنا 4 احتمالات. شلون عرفت 4 احتمالات؟ لأن عندي رقمين مفقودة، 4 احتمالات اللي هي أما اثنيناتهم 0 أو 0 1 أو 1 0 أو 0 1 1، العفو المنو للرقمين اثنيناتهم. وإذا عندي مثلا 3 بعد هنا أكو إكس، نفس الشيء يصيرون 8 احتمالات. إذا عندي بس إكس واحد، بس واحد راح يصير عندي احتمال واحد، احتمالين عفوا، أما 0 أما 1، بس هسه هنا عندي احتمالين، فراح تصير عندي 4 احتمالات، عفوا عندي رقمين مفقودة. أجي أخلي 0 0، أول شغلة أبديها 0 0، يعني أخلي هنا 0 0 وهنا 0 0، وأشوف الرينج شنو يطلع لي، وأخلي بعدين أغيرهم أخلي 0 1 وأشوف الرينج، وهكذا إلى أن أكملهم 1 1. من أخلي 0 0 شنو راح يطلع لي؟ اللاست والفيرست. خلينا نبدي بالفيرست، عندي 4 أصفار هي 0، بعدها 4 أصفار 0، وصلت اللي هنا عندي 0 0، عفوا 0 0 0 0، هذول هم 4 يعتبر، شو ينطوني؟ هينطوني 0. هنا عندي 1 3 أصفار شقد؟ اللي هو 1، هذا من هو؟ الفيرست. اللاست نفس الشيء، كل 4 واحدات هي شنو؟ اف. ما عندي هنا اف اف، هنا عندي وقت 1 1 1 1 0 0، الواحد واحد هي شقد؟ 1 و2 3، 1 1 هي 1 1 هي 3، وعندي هنا أيضا 1، هذا هكسا. هسا هاي بالنسبة لصفر صفر، إذا خليت 0 1، يعني شون هذا يصير 0 وهذا 1، هذا 0 وهذا 1، 0 1، هذول نفسهم ينزلون، عندي 0 وأنا عندي 1،
بس اشوف هنا شنو راح يطلع لي. من خليت واحد صفر، هذا واحد وهذا صفر، هنا صفر صفر ما يأثر، راح ينطيني أربعة. طبعا حولته الى هكسا، أربعة بال منو هذا الفيرست. اللاست شو ينطيني اذا خليت واحد صفر؟ من اخلي واحد صفر وعندي منها واحدين، واحد اثنين أربعة، شو اجمعهم ينطيني سبعة، راح تصير واحد سبعة اف 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 اف. هذه ثابتة مع الواحدات، والسبعة اخذها منها، وهذا واحد ايضا ثابت عندي، وهكذا واكملهم. اذا خليت صفر واحد غيرت، هذا يصير صفر، هذا يصير واحد، هذا صفر وهذا واحد. خلينا ننزل دول اللي هم الثابتات، هنا واحد واحد صفر صفر، وبالنسبة لهذا هذول الثابتات اللي هم الاف اف. من عندي صفر واحد، هنا صفر وهنا واحد، ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني ثمانية بالنسبة لمنو؟ للفيرست. اللاست راح ينطيني من عندي صفر واحد، صفر واحد وهنا واحد واحد، راح ينطيني دعش. الدعش اللي هو بنوه حرف بي، حرف بي. هنا الواحد ثابت اللي هو هذا. اذا خليتهم كلهم واحدات، يعني هنا واحد 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 واحد، وهنا عندي صفر صفر، يعني واحد اثنين اربعة ثمانية، اربعة وثمانية اثناعش، اذا راح ينطيني سي، هنا راح ينطيني سي. بالنسبة لللاست هنا كلهم واحدات، واحد واحد وهذا واحد واحد، باعتبار هذول وياهم هذول الواحدات، راح ينطيني اف وهذا واحد بالهكسة. المفروض اعيدهم كل خطوة، لازم اعيد يعني من جديد بس للسرعة، بس هي هذه الفكرة، هيجي اعوض احتمالات. اذا عندي اثنين اكسات اعوض اربع احتمالات، عندي بس اكسين، يعني يكون هنا اكس وهنا اكس، يعني باعتبار اكس واحد راح يكون عندي احتمالين، اما صفر او واحد وهكذا. نشوف فكرة ثانية عن الموضوع. هسه هنا بالعكس، احنا هنا كان ينطيني ينطيني هو يطلب من عندي الرينج، يطلب من عندي الرينج، يعني ينطيني حجم الذاكرة، ينطيني ادرس، ويطلب من عندي رينج. هسه بالعكس، منطيني الرينج ويطلب من عندي حجم الذاكرة، يحدد لي طبعا اي ذاكرة، هنا محدد لي بالسؤال انه ذاكرة الرام، يريد يعرف حجمها والاوتبوت الها، ومنطيني الرينج اوف ادرس، ومنطيني الفولد باك سبيس، هذه اف رينج، منطيني الرينج اوف ادرس، منطيني 3 0 0، طبعا الفيرست يكون دائما من هنا الى 3 7 اف اف، هذا الرينج. طبعا اول شيء اخلي من اي 0 لاي 15، هاي ثابت، انا عندي 8085، والفولد باك سبيس منطينيها ايضا 3 8 0 0، هذا الفيرست، منطينيها 3 اف اف اف، هذا اللاست. هنا هسه يريد من عندي شنو؟ الحجم، السايز. اجي اسقط الارقام على الاحرف، مثلا عندي هنا 0 0 0 3، اجي اخليها منو؟ بالفيرست. اجي احولها طبعا الى هكسا، الصفر هو صفر 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 صفر، الصفر الثاني هو صفر 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 صفر، والصفر الثالث صفر 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 صفر، والثلاثة ثلاثة هي عبارة عن واحد واحد صفر صفر، ثلاثة هي واحد واحد صفر صفر. ليش؟ لأن واحد واثنين يعطيني ثلاثة. ها بالنسبة للفيرست،
اللاست عندي اف اف يعني كل اف عبارة عن 4 وحدات، 1 2 3 4. الاف الثانية 1 2 3 4. السبعة الثلاثة العفو السبعة عندي، السبعة هي عبارة عن 3 وحدات، 7 1 1 1 والصفر، والثلاثة هي أيضا 1 1 0 0. هذا بالنسبة للرينج. أجي للفول باك سبيس نفس الشيء، نفس الطريقة، أسقط الأرقام أحولها إلى هيكسا، عفوا هي هيكسا أحولها باينري. أيضا عندي 0 0 كل واحد 4 أصفار، 0 0 0 0 صفر 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 صفر. هذه الأصفار الثمانية، الثمانية هي 0 0 0 1، هي 0 0 0 1. وقعت عندي منه 3، يمكن صارت خربطة، صارت عندي خربطة هنا، 1 1 0 0 ما مرتبتهم عدل، اي بس هو من اي 0 لاي 15. اف 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 3، كل اف هو 4 وحدات، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. هاي الأفات بقت لي بعد أف وحدة، 1 2 3 4، أو صار فيها خربطة، خلعيتها. أي 0 أي 1 2 3 4 5 6 7 8 10. خمسة ستة سبعة داعش معاش 13 14 15. فقد عندي 0 0 8 3، كل 0 4 أصفار، 1 2 3 4، 1 2 3 4. الثمانية هي 0 0 0 1، والثلاثة هي 1 1 0 0. اللاست 3 F 3، كل F هو 4 وحدات، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. وأيضا عندي 3 1 1 0 0. هذا من هو؟ هذا الفولد باك. هسه أجي شلون أعرف الحجم؟ الحجم مالت الذاكرة أعرفه عن طريق اللو أوردر أدريس باس. اللو أوردر هو من أي 0 إلى أي 9، من أي 0. سوري، شلون اعرف اللو اوردر ادريس باس؟ كل 0 يقلب الى 1، اشوف الحد وين راح يتغير. هنا عندي كل 0 مقلوب 1 الى ان اوصل 0 مقلوب 1، الحد منه اي 10. اذا اللي هنا هو هذا يعتبر اللو اوردر ادريس باس، كل 0 يقلب 1، هنا تغير 0 0 فما لي علاقه به. هذا بالنسبه للرينج. بالباك سبيس أيضا نفس الشيء، أشوف وين كل 0 يقلب إلى 1، لحد هنا نفس الشيء أي 10.
هسه راح اعرف منو، هعرف الحجم مالت الذاكره ايش قد من خلال هذه الطريقه، كل صفر يقلب واحد. اذا من اي زيرو الى اي عشره، من اي زيرو الى اي عشره ايش كم خط؟ 11 خط. يعني شلون 11 خط؟ يعني 2 اس 11، 2 اس 11 اللي هي 11 خط من اي زيرو الى اي عشره. زين شلون هعرف حجم الذاكره؟ ال 11 افتحها او افكها اخذها، ال 11 مثلا الاقرب شيء عندي الكيلو، الكيلو شقد؟ 2 اس 10، الكيلو مو 2 اس 10. ويبقى لي 1، 2 اس 1، ف 2 اس 10 هي كيلو، الكيلو اللي هو هذا 2 اس 1 هي نفسها ال 2، فطلعت لي 2 كيلو. اذا حجم الذاكره هو ايش قد؟ 2 كيلو. اذا اقول the memory the size of memory او رام، لان محدد لي الذاكره هو ايش قد؟ 2 كيلو بايتس. هذا منو؟ هذا الحجم مالت الذاكره، عرفته بهالطريقه من خلال اللو اوردر ادريس باس. هسه وقت لي اعرف منو الاوتبوت، الاوتبوت شلون اعرفه؟ من بالرينج، الاوتبوت اعرفه بالرينج ومن الهاي اوردر ادريس باس. الهاي اللي هو 12 13 14 12 13 14 ل 15، هذا هو يعتبر الهاي اوردر ادريس باس. اشوف هذولي يا رقم ينطوني، هو هذا يعتبر الاوتبوت. عندي 1101، 1 2 4 3 4 8، عفوا 1 و 2 اجمعها ايش راح تنطيني؟ تنطيني رقم 3. اذا الاوتبوت هو ايش قد؟ 3. الاوتبوت لها 3 وحجمها هو